هلا حبايب، شلونكم؟ وصفتنا اليوم اطيب واسهل خليه نحل ممكن تسووها. حشيتها بالجبن وغطيتها بالشيره، العجينه تجنن مضمونه 100%. خليت 4 اكواب طحين صفر وظرف خمره وخاشوقه شكر ورشه ملح، وعجنتها بمي دافي بالتدريج حتى لا تصير العجينه عندكم لين نظيف، والمي بالتدريج شويه شويه. صارت هيك العجينه قويه شويه، خليت عليها خاشوقتين زبد، الزبد يكون بدرجه حراره الغرفه. عجنتها كلش زين وتركتها تختمر لمده 3 ارباع الساعه لان الجو حار. الحشوة تستخدمون الحشوة اللي تعجبكم، أنا خليت جبن مربعات وجبن موزاريلا. مقادير الشيرة راح أكتبها أسفل الفيديو. وهاي العجينة بعد ما اختمرت تخبل صارت، تقطعوها بأي قطعة تعجبكم، هيك يسووها صغار وتبدون تحشوها شوية جبن حتى لا يطلع عندنا أثناء الشوي. خليها بقالب مدهون بالزبد أو الزيت وأغطيها وأتركها ترتاح لمدة نص ساعة، تنفش عندنا بهذا الشكل وأمسحها بالبيض. كثروا بيض على مود تحصلون على هاي اللمعة الحلوة، لا تخافون ماكو أي زفرة. دخلتها الفرن، أول ما طلعها هي وحارة خلي عليها الشيرة. عوافي.